انك اسقطت علي انا ما راح اسقط عليك. طيب يعطيك العافيه وجزاك الله خير. انا بعلمك كل واحد يطلع بخلاقه. طيب السلام عليكم. الموضوع اكثر جدلا في الوطن العربي وخاصه في السعوديه، والسؤال اكثر جدلا انه ماذا قدموا المشاهير في السوشيال ميديا للمجتمع من فائده. وبهذا الفيديو فاتحين بث ينتقدون مشاهير السعوديه وانه على اساس هم لفائده المجتمع ولتوعية المجتمع وهم ضد المحتوى الهابط، وينتقدون المشاهير مثل سعود القحطاني وقعيد المشت وهستور ومشادة بين معارض ومؤيد، والحقا يستاهلون كل هذا الدعم لأن محتواهم جميل وأصلا ما عندهم محتوى. طيب وسؤال، هذول اللي فاتحين بثوث وكما يدعون أنه لتوعية المجتمع ويسقطون بالمشاهير، زين انتو شنو محتواكم وماذا قدمتوا للمجتمع؟ ولا النفاق يقرأ عندكم ألف، والأخ يقول محتواهم يخرب المجتمعات ويجب أن نحاربهم، نحن مجرد نقاط وننهي عن المنكر. زين لعت وين أعمال خيرية اللي قام بها سعود القحطاني وياما من مشاهير في السعودية بفضل الله وشهرتهم، سددوا فواتير الفقراء والمساكين وساعدوهم. واعطونا وجهة نظركم انه هل المشاهير استحقوا كل هذا الدعم وفادوا المجتمع او لا يستحقون الشهرة ومحتواهم هابط؟ لا تنسونا الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. ابو عقيل فخر العرب عابد هذا اللي مو جايز لنا احنا، هذا اللي قاعدين احنا نحاربه يا ابو عقيل، بس بدون ما تجيبون اسماء. طيب بالله جيب عابد الهاشمي فخر العرب. وين اطلب قس يا عابد الهاشمي فاخي حجي عقيل طال عمرك. يعني عندما ترى رجلا يحتضن امراه مثل الصوره اللي تراها بالاعلى، يعني هذا ما هذا مو فاسق؟ اسالك بالله يا رجل حدد العاقبه بما يعقل. فسقوا عليه، لكن انت وش قدمت؟ انا وش قدمت اجاوبك؟ تبيها من اي ناحيه؟ في اكثر من قدمت ناحيه. انت على هالمنكر هذا انت وش قدمت؟ قدمت ان الحمد لله الحمد لله رب على حسب اللفل اللي يحتضن المراه كم اللفل حقه؟ بالله 40 ولا استثناء. لا ايها العقل بالله اتهم الله بانه ينسى او يسهى او يغفل يا علي، لا تسوي فيها فعل. لا ما وانا جزاك الله خير. هذا واحد من هو ايها العقل. طيب ثواني صل على النبي الحجي الكلام ايها العقل. الله سبحانه وتعالى ما ينسى ولا يسهى ولا يغفل ويحاسبك على الصغيره والكبيره. سالفه لفل، سالفه فلان ودفلان، سالفه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، معناته الدين هذا دين كامل يطبق على الجميع. الله سبحانه وتعالى ما كلف عليك. طيب هل أنت تقبل يعني بأن هؤلاء من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ طيب سؤال، هل تقبل يعني بارك الله فيك أن هؤلاء المؤثرين وكبار في هذا البرنامج، كبار طبعا بالبرنامج ما أتوقع كبار خارج البرنامج، هل تقبل كبار اللي في البرنامج هؤلاء بارك الله فيك يقدمون محتوى يعني يفسدون فيه بناتنا وبنات المسلمين؟ جاوبني، عندما ترى ابنتي ام ابنتك او بنات كافة المسلمين عندما يدخل بث هذا الرجل وتراه يلعب تحديات مع امرأة ويشجعها على هذا الامر، يشجعها على فتح البثوث وممارسة الرذيلة والفساد والتحديات، هل تقبل هذا الامر؟ جاوبني، تقبل على بنتك؟ اول شيء انا اعرف شلون اجاوبك، ولا تقول لي جاوبني ولا تامر علي. ما امر عليك وتشادها يا ابو عقيل. اسمعني الشيء الثاني، انتم من صنعتم من الحمقى مشاهير. الشيء الثالث، بثكم هذا هو اكبر دعايه لهم، لما حطيتوا صور وحطيتوا اسماء انتم الغلطانين. سمعناها كثير يا ابو عقيل، وجونا ناس هنا وقالوا بالعكس اللي تسوونه الشيء ذا. شوف تدري بعض التافهين مثل اللي يقول حضن المراه هذا تافه، انتم الحين خليتوا هذا يسال منه، والله هذا فلان راح تابعه. ابو عقيل اسالك بالله هذول بثوثهم 50 60 الف، انا اسوي له دعايه
أنا الحمد لله رب العالمين فوق 17 داعم. أيوة 17 أنت تكمل 51,000 أبو عقيل فديت خشمك. 50,001 50,100 متابع أبو عقيل فديت خشمك. كم عندكم الحين؟ طيب أبو عقيل تسمعني فديت خشمك؟ سم سم الله عدوك. الحمد لله رب العالمين. يوم تقولي وش استفدت من ذا البث، أقول لك أكثر من 17 داعم دخل علي بالخاص وقال لي للأمانة أنا شفت كلامك صادق فيه، واتمنى هؤلاء الداعمين اللي تابوا عن تشجيع الفاسدين في المحتوى يعني يكونون شهداء لي لا علي يوم القيامه. انا شف والله اني ماني ماخذ الموضوع طقطقه، في ناس ترى يمكن يعرفوني شخصيا يظنون اني انا جاي هنا ترى طقطق، لكن والله وبالله وتالله وانا حلفت بالله سبحانه وتعالى وانا ساسال عن هذا الامر امام الله سبحانه وجل الكريم يوم القيامه. طيب انا اقول لك والله ان انا نيتي اني انا لا اقبل هالشيء، اللي اقبله على عرضي لا اقبل على عرض بنات المسلمين ولا اقبل على عرض اي رجال فيكم. طيب يا امير يا المفسر تفضل اسالك بالله ما استفدت من كلامي؟ استفدت في امور استفدت فيها انا اعترف. طيب حنا والله ودنا نفيد بعض، ترى الحق لما الانسان يطلب الحق ويبي الحق والله العظيم انه يستفيد هو ويؤجر عليه، لكن لما يكون معاند يعني هذه مصيبة. حنا نبي الجميع أي واحد يشوف منكر يغيره بيده، طق أخذ أسجل الشاشة أنزلها كلنا أمن وأرسلها خلاص أنا مسؤوليتي أنت. أما إذا كان على مستوى البيت والأهل والمجتمع حتى بالبث زي البث أتكلم عن إيش؟ طيب حدث العاقل بما يعقل. الآن لو أنس أرسل لكلنا أمن أن الرجال ذا يلعب تحدي مع بنات، يعني هذا مو بالقانون لو تبيها من ناحية قانون، يا أخي الرجال يلعب تحدي مع هالبرنامج كذا، يا أخي حدث العاقل بما يعقل. لا لا رد اعتباره يبهدل. طول أنت ما يقول افصخي السماعة هذه جنسية. طيب حجي العظيم إن لو تبيني أسمعك التسجيل الآن أسمعك. داري والله يقول والله شوف يا أبو عقيل حلفت بالله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فصدقوه. أنا أقول لك والله أنه يقول لها أكثر من 3 مرات افصخي، قالت له وش؟ قال لا فصخي، هي لحد الآن ما هي مستوعبة البنت، والبنت صغيرة. بعدها قال لها فصخي السماعة، حتى البنت ضحكت. يعني أسألك بالله لو كان في طفل بالبث بيتعلم ذي الكلمة بيروح عند أخوه ولا عند أخته أو عند أي حد يقول لا أفصخ ويش؟ لا أفصخ السماعة. أخي مؤثرين يا أبو عقيل، والله يا أبو عقيل أنا مؤمن. شو مؤمن جنسية يا أبو عقيل؟ أبو عقيل هل كل المشاهير يقولون فصخي افصخي؟ تافه منهم لا لا لا. طيب ما واحد شاذ قالها مرة. طيب أبو عقيل إيش رأيك؟ أبو عقيل أنا مؤمن، بينك وبين نفسك تعلم بأن كلامي حق. أنا مؤمن إن كلامي حق، كلامك حق، ولكن ما ينبغي إننا نخص فلان من الناس ولا نحط صورته ونسوي له دعاية. هو أحقر مني أسوي له دعاية. كلام بعدين جميل. أبرجع على سالفة الدعم. الدعم لا تخاف، كل إنسان يسأل على وردة، يسأل على تكبيسة، يسأل على دقيقة قضاها في البرنامج. تدري أنا لما أجلس أتابعك الحين وأنا أتابعك، أنا جالس أصرف من فلوسي وقت وبطارية جوالي والأنترنت اللي هي الجيجات، جالس أخسر وأجالس أناظرك. أنا معنا دفعت لكن أنا أقول ابتعدوا عن غيبة الناس وإظهار صورهم وإنهم تجعلونهم محتوى، وترى هذه ترى والله وسيلة الضعيف، أما القوي أحسنت ولا غيبة على فاسق. لا تنسى يا أبو عقيل نسيت ذي الجملة طال عمرك. غيب من الفاسق؟ انا قل لي الفاسق من هو الحين؟ المشاهير هؤلاء كلهم فاسقين. ما هو كلهم فاسقين الا فاسقين أنا والله أقول. بعضهم خيرا منه. طيب اجاوبك قل تبيها من الراس هذا فاسق. شوف ما راح اقول لك ليه، شوف الصوره فوق. طيب من هو؟ طرطور هذا اللي فوق، هذا رقم واحد. الصوره من رب الله. ايوه لا شوف
يعني انت يا ابو عقيل والله يحاسب يا جماعه والله يحاسب. طيب يا ابو عقيل والمشهور اللي يروح اللي يسافر المشهوره لدبي ولا الجده ولا لاي مكان هذا مو فاسق بعد هذا فاسق ام لا؟ الا 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 سلامي عليك يا ابو عقيل. هذا 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 شوف من زل عن الطريق واعلن الفجور وجاهد بالفساد والافساد واعلن علانيه هذا يعتبر فاسق. طيب وش رايك بالكومنت يقولون دع الخلق للخالق؟ وش رايك ابو عقيل بدي؟ لا لا احنا ما احنا دع الخلق للخالق، احنا امه الدين النصيح، احنا نتناصح فيما بيننا. لكن فرضا لا خلنا نقول اذا كان هذا فاسق، سعود القحطاني ايش دخله بالموضوع هذا؟ طيب ارد عليك ما له دخل، سعود ما له علاقه بالموضوع. ابشر انا سعود مشكلتي مع واحده انا اجاوب كل واحد اردك مشكلتي معه. طيب. اللي فوق يجاهر وشوي يحتضن الامرأة، جوجل مستعطف هذا طال عمرك يروح لامرأة دبي ويصور معها، هذا طبعا جوجل على اليسار. ومشكلتي مع اللي انت ذكرت اسمه اللي هو سعود، مشكلتي تحديات مع النساء، المجاهرة طال عمرك والاستمرار، حتى النصيحة مرة مرتين ثلاث أربع عشر من غير من غير من غير انه طلع عورته قدام الملأ يا ابو عقيل. اي صحيح مو صحيح؟ لا صحيح. اعطيني دليل. ابشر ابشر طال عمرك تبي دليل؟ ابشر. لقيت بسد يا عم رحم رام الاخرين ادعم ادعم عشان نطلعك. لقيت التعميل بسد اللي فات. ادعم يا رجل نشف عظامك. ادعم 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 فقط اليوم اليوم رواتب اي الرجال يا بابي مجاني. مستعجل امورك تزيد حجي عقيل شيخنا والله انت ما تدري عن المشاهير يوم كانوا بالبرنامج الابيض اخ لو تدري بس اخ والله الله يدري والله يحاسب هذاك كان فري مايك دقيقه 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 صوت 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 يا عيال تفضل تفضل ابو عقيل جالس تشوف انت انا اشوفه طيب طيب فخر العرب خلي ابو يزن قست كبير لو ما عليك امر لا لا واضح 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 لما قالت له اثبت لي ها يا ابو عقيل طيب هل يعتبر هذا فسخ سروال اظهر عورته العوره من السره الى الركبه يا ابو عقيل طيب وهذه الى الركبه هذا فوق الركبه يعني ما دافع يا ناس وين دي ما سمعت ما سمعت كنت منزل السماعه يا اخي يا ابو عقيل دي 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 وش قلت يا ابو عقيل ما سمعت ترى كنت منزل السماعه وش قلت ابو شو حالك يقول هذه اللي من العوره انا كنت شايل السماعه حاطه انا اقول عند الجوال اي العوره من الركبه الى السره هذه عوره الرجل نعم يعني عادي يعني عادي اطلع على يعني على كلامك يا جماعه فتوى من اخوي ابو عقيل اطلع عند البنات ببوكسرك عادي نعم. اوه البوكسر اطلع فيها عند النساء ترى هذه فتوى من اخوي ابو عقيل انت من قادر تطلع بوكسر عشان تقدر يا ابو عقيل ابو عقيل معليش طيب انا بقى فتوى جديده من عندك فتوى ابو عقيل تطلع بالبوكسر تبتلي اني اروح اصلي كذا يا ابو عقيل بوجهك الحين. ابو عقيل ابو عقيل لا اله الا الله ابو عقيل ابو عقيل يا ولد شخص انت ابو عقيل شخص انت لا هل يسمح لي اني اني اروح اصلي كذا لا طيب عوره هل يجوز السؤال هذه الحركه هل يجوز انتم خليتوني انتم خليتوني احكم لا 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 حنا نقول عنزي عنزي تقول هذه مي عوره عنزي عنزي ديدي انا 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 بعرف اعرف شلون تفكيره ابو عقيل هل يجوز لا 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 والله طيب. والله تبطي انت تعرف تفكير خلاص يعطيك العافيه انا ما راح مع انك اسقطت علي انا ما راح اسقط عليك طيب يعطيك العافيه وجزاك الله خير انا بعلمك كل واحد يطلع بخلاف طيب لا تبطي تبطي ترى في كل كلمه اسقاط فيها انا بالعكس يعني اقول لك يعني جزاك الله خير طيب ديدي يا ابو عقيل تسمعني ابو عقيل تسمعني يعني ابو عقيل تسمعني ابو عقيل تسمعني طيب سؤال يعني انت تقول طيب انت تقول عادي اني انا افعل هذا الامر امام امام النساء مو بحرام مو بحرام لا مو عادي حرام ام حلال افعل هذا الامر امام النساء جو الحرام
فعل امر نهى الشارع عنه. اي شارع عنه؟ إيه؟ ويش؟ جاوبني. لكن هذا طلع من السرة الى الركبة. السرة الى الركبة. هو غلط، هذا غلط، فعل غلط. طيب هذا السؤال، فوق الركبة ولا تحت الركبة؟ يعني يعتبر الى الركبة. الى الركبة دي. شغلة شغلة. اخي فخوذه فخوذه طالعات يا ابو عقيل. انتم تشوفونه فخوذه وشوي تقولون شفت شيء ثاني. لا لا لا. هو فعل عادي الان. طيب لحظة، هل هذا دين كل يوم يطلع بكذا؟ الركبة ما شاء الله، من السرة للركبة ما شاء الله يا ابو عقيل. طيب طيب. ما شاء الله يجوز. هذا مو غلط، هذا مو غلط، هذا غلط. لا لا حرام حرام، هذا مو غلط حرام. خلاص اذا اظهر شيء انا ما انتبه ولا انتبه. يا راجل يا راجل لا كذا وما تنتبه يا راجل. لا والله لا والله ما انتبه. بالله خلي القسط كبير عندك يا ابو يزن. لا 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 شوف حتى سرواله ما يحتاج ما يحتاج. ترى يا ابو عقيل ابو عقيل ابو عقيل ترى مو بعيب. لا حرام عليك يا ابو عقيل، ترى كنت رجال رايدين يا ابو عقيل. أنت جالس تكابر بعد تكابر، تشوف الخطأ وتكابر. خطأ يا ابن حلال، أنا أقول لك الخطأ خطأ والرجال أخطأ، لكن ما هو هذا خطأه كل يوم، هذا مرة واحدة أخطأ. طيب سؤال، تأدب وطلع واعتذر. طيب سؤال، وما شاء الله تعرف يعني تعرف تقول ما كنت أعرف. ما 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 لا الحين على الخطأ يا أبو عقيل. إلى 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 الآن يطلع مع بنات، إلى الآن يقول المشاهير دقيقة وقف لا تجيب أحد بجيب لك وحدة على كيفك. أبو عقيل أنت رجال إلى الآن يا أبو عقيل. أبو عقيل أنت رجال ونعم ورجال طيب، والله أنا ما ودي أطولها معك. ترى الشق واضح طال عمرك. خلاص أنتم أصلحوا، انتم اصلحوا باذن الله باذن الله وامروا بالمعروف والمنكر التي احسن، وطولوا بالكم وحاولوا انكم تلمحون ولا تصرحون، والغلط غلط الحق ابلغ. والله جب جب عابد الهاشمي عابد الهاشمي قالها لكم الشيخ عقيل جزاه الله خير. لمحوا ولا تصرحوا بس وصلت. اسال الله العلي العظيم بهالساعه المباركه هذه وصلت وجهه نظرك يا شيخ يسر عيشكم ونجعلنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحمل ثقيل والخوف فخر العرب. خلنا الشيخ يتكلم أبو يزن دقيقة قبل. والدعوة نقول الحين اللهم سلم سلم. والحين انتبهوا البناتكم وعيالكم حتى زوجاتكم، بعضهم متبطح بالاستراحات وتارك مرته ويقول خلها أنا على قولتهم يتركها للأهواء ويتركها المثل هذولا. لا صحيح، من أهلكم من عيالكم من بناتكم. الزمن هذا اللي ما يحافظ على بيته ضاع، مو مثل أول. أول طبعا تذكرون كلكم نطلع برا جارك يدبر، اللي ورا بيت جاركم يمرزغك، عمك يمرك ما زعلان من أهله دبك. يعني المجتمع أول يعلمك، الحين المجتمع يخرب، أنت تصلح ويخربون عيالك. لذلك إخواني راقبوا عيالكم، انصحوا وجهوا، اتركوا أعراض الناس، صرحوا لا تلمحون، يعني اتركوا التشهير اتركوا كذا. عندكم ملاحظات على بعض البثوث سجلوها وارسلوها كل أمن. دولتنا الله يعزها والله ما قصرت، وحنا لما نتكاتف مع دولتنا والله إننا نقوي اللحمة وإننا نمنع المنكر وإننا نعينهم على أنهم يقضون على مثل هذول. وحتى هذول أصحاب المعاصي أقسم بالله يتأدبون، أقسم بالله أنا قانوني والله ما تدرون وشلون لما تجي رسالة راجعنا، أقسم بالله أنه ما يعيدها بحياته. لكن وصلوا الرسالة، وصلوا الصوت. الله يسعدكم يا رب. جزاك الله خير، شرفتنا يا أخوي حجي. وإذا بدر منا خطأ يا شيخ، وإذا صرح الشيخ طلع يعطيك العافية. الله يوفقك. إيه والله الله يجزاك. أنا ولا تصرحوا. المفسر أبو يزن أقول لك يا حجي عقيل، إذا بدر منا خطأ فأنا أعتذر عن الأخوة وعني، وإذا بدر منا طيب فإن شاء الله إنك تستاهل وزود. أبو يزن دقيقة يا أخي، إيش سالفة اللفلات؟ كحين صفطون بالسيارة وينزلون.